تذكر كله بدا عندي بالصف الثاني درس عربي معلم قالت امتي حرف وجائي فتشات على طالب اشارت علي بدا يقرا ومره واحده بلا ملساني بالاول ما عرفتش اش عملت اتلبلكت طلبت مني صفي اول ما بدا فتحت جمله ورا جمله بايدي قرات ما صدقتش حالي وصفانت من دودوك كان بعيده جت سالفه من زملاء الصف حتى كمان المعلم كل ما له هذا الولد عنده موهبه على كبر حطوا عنكم عليه من الكرسي اللي بيصفى سلد المسرح كل حياتي كنت عارف اني انا راح انجح بالاول ما كنت شادي كنت شوي انسح الغلط ده بالموسيقى راح فتح اول ما طلعنا حكونا سيبوكم هذا ميشنا بعد ما اجوا نامونا ابينا وانجنا اول ما طلعنا حكونا سيبوكم هذا ميشنا بعد ما اجوا نامونا ابينا وانجنا بعد مرور سنين رجعت انا اكتب طلعت كافيات شوفت انا بدأت ارتب مشاعر ومناظر اللي منها انا مجرب خلتني ودتني على الورا اليوم اعزب بالاول ما عرفتش اش اعمل بالمره كلها كنت اجمع جمل على الورا بكتب كل شي بشوفه من برا من غير ما احس صارت عيني كاميرا بعدين سمعت موسيقى خارج كره هيك بسيط على اساليب حره ميمي بيغني على حياه المره بيحكي وبيقول ايش في عنده جوا عملت واحد زائد واحد ليه